موقع العمل يمنع منعا باتا شرب الكحول والمخدرات ودور المسكرات، ويجب إبلاغ عن أي شخص يتعاطى المواد المذكورة عليها داخل الموقع، وأن يتسير يعتبر الاشتراك في نفس الجريمة. عندما استخدم البنزين أو الكيروسين تنظيف المرافق الصحي داخل المشروع، عدم إصدار الضجيج أو القتال بين العمال كما لا يسمح بالمزح والنكت داخل الموقع المشروع. داخل المواقع المشروع أشرح السد اللي فهمته اي تفضل تفضل، خذ راحتك. اذا تبغاني اقلب السلايد قول لي اقلب السلايد. اوكي اذا خلصت من السلايد هذا وتبغاني انتقل للسلايد اللي بعده قول لي استاذ، اقلب السلايد وراح اقلبه مباشره. اوكي بحاول اشرح اللي فهمته الباقي هو سلايد عن سلايد يا ماجد، فخذ راحتك بالترتيب يعني بالترتيب. اي تبغاني اروح للسلايد اللي بعده؟ لا اوكي خليني اشرح هنا اللي افهمه وبعدين اقلب. تفضل. طبعا في اي مشروع في اي كان في اي طبيعه العمل على حسب طبيعه العمل، اذا كانت يدويه طبعا كمصانع كاي كانت، فلازم انه يكون العمال عندهم احتياجاتهم الخاصه، يعني كمصنع كاي شيء. فممكن اغلب المصانع الحين كلهم العمال مو ما عندهم لا البسه ولا شيء، لانه النظام توهم طبقوه السيفت اللي هو امن وسلامه، مو مدققين فيه نص قبل. فاغلب المصانع الحين جالسين يطبقون النظام هذا غصبا عنهم، فلسلامه الموظفين. فكم من اصابات قد جت، فهذا لسلامه الموظف نفسه ولسلامه المصنع بصفه عامه، لا يجيهم ضرر من شو اسمه. المهم فشو اسمه، فلازم انه يكون العمال عندهم احتياجاتهم الخاصه كمناظر كأحذية نفس المشط اللي تجي تحت الأرجل تحمي الأصابع، وش اسمه الخوذة اللي تحمي من أشياء تقع فوق الرأس أو إن كان. أما يمنع منعا باتا شرب الكحول والمخدرات أو إن كان، فلذلك لازم يكون العامل نفسه كامل صحته العقلية، ويكون يعرف وش يسوي وجالس يسوي في طبيعة عمل. لأن شرب الكحول يعني انت ما انت عارف ايش جالس تسوي، ممكن اي غلط تخسر المصنع كامل في المواقع اللي جدا حساسه. ولذلك اي ملاحظه تشوفها كعامل كاي ان كان مخدر او اي ان كان، فلذلك لازم تبلغ عليه، افضل من انك تخش في الجريمه وانت ما لك فيه بس شيء ولا لك يد. ومن ناحيه ثانيه في المصانع، ايا كان صديقك ولا اي شيء، فما كان العمل هو عمل، فالعمل لا يعرف لا صديق ولا أخ. أنت جاي هنا تؤدي إلى عمل فقط، يعني لا يمنع منعا باتا المز أو أي إن كان. فأقلب ماجد، ملاحظة بس، حاول تعدل في شرحك، اقرأ الموجود أو قول بطريقتك وحسب فهمك. خلنا نمشي بالسلايدات بسرعة، تفضل. أوكي هذا لأن الوقت عندكم الآن زايد على 12 دقيقة. اوكي يقول لك لا يجوز لعاملين او صاغين الروافع رفع الاثقال التي تزيد عن الاوزان مقررة الشخص الواحد، بل يجب طلب المساعدة من غير. كما لا يجوز المشغلي الروافع رفع الاشخاص بالروافع الغير مخصصة لذلك. يتم تشغيل المعدات من قبل الاشخاص المؤهلين والحاصلين على التصاريح التي تخلوهم وتشغيل المعدات مع ضرورة ذكر نوع المعدة. يجب استخدام المعدات الخاصة بالعمل على الارتفاعات التي تزيد عن الحد المقرر حسب المعايير الدولية. كما يجب أن يتم تركيب الحماية عند استخدام الصقالات أو العامل بأماكن مرتفعة مفتوحة. استخدام السلم يتم حسب الإجراءات وتدابير التي تم
اتفاق عليها حسب المعايير الدولية، ولا يجوز رفع السلم على جسم مرتفع عن الأرض لزيادة طول السلم، بل يجب استخدام السلم حسب الطول التي يحتاج للعمل. يقول لك يعني خلاص والله هذا ما ركز على أقلب. ايوه اقلب. يقول لك يجب وضع الدعامات المناسبة عند الحفر في مناطق لينة قابلة للانهيار وغير مستغرة، أو على عمق أو يزيد عن 1.20 متر، ويجب أن يكون الحفر بشكل سيابي، كما يجب تأمين مخارج العاملين في هذه الحفرة أو الخنادق. يجب إغلاق الفتحات أو الثقوب الكبيرة لحماية المشاة والحافلات من السقوط فيها، كما يجب وضع الإشارات تحذير وشريط البلاستيكي الذي يدل على وجود هذه الحفرة، وإذا تطلب الأمر فآته يجب وضع الحواجز الخرسانية وتمنع وقوع الأشخاص والسيارات. يجب تزويد هذه الحواجز بأنار ومياضة تحذيري. يتم استخدام معدات ذو الجودة العالية في مشاريع ومصانع حتى لا تكون عرضة لكسر، ويجب تبديل هذه الأدوات إذا تبين وجود عيوب أو كسر بها. يجب أن يتم استخدام المعدات والأدوات الكهربائية حسب المعايير الدولية وشروط السلامة بأماكن العمل، وعلى مشرف السلامة تأكد من المقابض الداخل والمخارج الكهربائية قبل بدء تنفيذ العمل وفي حال وجود عيب فاتح. هذا السلايد رقم كم بالنسبة لك؟ والله أنت اللي أرسلت لي إياه مو نفس اللي قرأته، بس الأستاذ لا أنا أدرى كملت عليه، فأنا ركزت على السلايدات. أي لا قربت، أنت الحين شايف المربع ها 1 2 3 بعدين ندخل على الثانية هذه. أيوة اللي بعده، أيوة لأنه بعده في واحد حق عبد العزيز وواحد حق صوفان. طيب المجيد طيب أنا أكمل أنا كذا خلصت. هذا حق من يا خالد؟ لا هذا هو يكمله كمان، يكمل طيب لما يبدأ على الاستعدادات اللي بعده. يقول لك مو أنا 6 سلايدات يا خالد؟ ايوه انت بس دحين قريت كم سلايد؟ خلصت 3، باقي لك 3 يا ماجد. باقي لك 3 يس. يتوجب تبديل او اصلاح العيب عيوب او ازاله المخاطر قبل الشروع باستخدام معدات، كما يجب تامين عدم المرور بارجل او بعجلات مركبات من فوق كبيرات والتوصيلات الكهربائيه، فأما إن يتم دفنها أو وضعها داخل أنبوب حديد غارد على حمايتها من القطع. يجب وضع إشارات تحذيرية في جميع مواقع العمل والتي تساعد العاملين من التعامل مع المعدات بطريقة آمنة، مع وضع إشارات توضح مصادر طاقة وخطوط الأنابيب الساخنة وباردة ونوع مصادر الطاقة وقوتها. اللحام يتم ربط وصل اللحام كابلات هي شكل استنسابي فائد الضرار التي قد تلحق كابلات وتشكل مخاطر على مواقع العمل، كما يجب توفير بطانيات مقاومة حريق وطفايات الحريق المناسبة. نوع اللحام قبل البدء بعملية اللحام، كما يجب استخدام شفاطات إذا كان اللحام يتم داخل الأنابيب ولا يوجد لأي عامل لحام مباشرة قبل ارتداء أجهزة السلامة مناسبة العمل. طيب يعطيك العافية ماجد، الحين نروح للسلايدات حقت عبد العزيز. تفضل يا عبد العزيز. هذا مو بحقتي يا أستاذ. حقت من هذه؟ هذه حق سلطان.
سلطان تفضل يا سلطان. لا والله يا استاذ ما هي حقتي دي، ما هي سليداتي. حق ركان، معليش معليش، هذا ركان، ركان الشمري حقت ركان. طيب اي هذا ركان، ركان ما هو موجود، ركان ما هو موجود. طيب نفس اللي في الباك جراوند هذا يا استاذ، فيه هتلاقي يمكن اربعه حقت ركان، ونبدا بعده اللي هو سلطان. ثلاثه اربعه وين اللي بعده؟ سلطان بعد ركان. ايوه أيوه، اللي ايوه بعد هذه كمل كمان، يبدا اللي هو يتغير الباك جراوند، يتغير الخلفيه تتغير. ايوه هنا يبدا خلص. بس اللون اللون اتغير، فما ادري عبد العزيز او سلطان هذه حقتكم، حقت واحد منكم بس غيرت إيه اللي هو الباك جراوند. ايوه هذه ما هي لي يا استاذ. اذا للثاني يس عبد العزيز. هذه المن العبد العزيز. ايوه ايوه تفضل. أيوة. يا عبد العزيز قول لي اذا تبغاني اقلب اقلب، وبشكل مستعجل على اساس ناخذ اللي بعده. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل طريقة ممكنة يا عبد العزيز، أبغاك تتجهز ما أنك أنت مستعد. يمكن ماجد يعني تفاجأ بالموضوع بحكم أنه ما كان منتبه، أبغاك بأفضل طريقة ممكنة وبأسرع طريقة ممكنة، كأنك في برزنتيشن قدام مدير شركة وبروجكت مانجر وسايت مانجر. تفضل. موضوعنا اليوم هو العامل وعلاقة بين العامل وبيئة العمل وأهمية بيئة العمل وإصابات العمل. اقرب يا استاذ. هو واضح الآن، الحين ضبط. إصابات العمل، إصابات العمل وهو وهو كل ما حدث غير متوقع يتعرض له العامل أثناء قيامه بأداء عمله من حوادث أو أمراض مهنية تحدث نتيجة تفاعلات حدث بين المواد التي يعمل بها، وذلك حسب طبيعة العمل، وخصوصا إذا كانت هذه الأمراض لا تحدث إلا في بيئة العمل، بالإضافة إلى إصابات العمل غير المباشرة التي يتعرض لها العامل نتيجة لتواجده داخل موقع العمل. أقرب يا استاذ. هذا يا استاذ موضوعنا برزنتيشن حقي انا هذا. ايوه هذا الحين صحيح، هذا تبعك. طيب تفضل يا سلطان. اوكي شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع يا شباب نتكلم عنه الامراض المهنيه، الامراض المعديه والاجهاد. اقلب يا استاذ، حاول تكلم بشكل مختصر. عن الأمراض المهنية تسمى الأمراض التي يصيب بها الشخص نتيجة كيف؟ ما طلع لي حق الكامل فيه العامل. اوكي وفيه. ناقص برزنتيشن خوينا يا استاذ. طيب لحظة ناقص. هذا هو العامل والعمل صحيح؟ العامل والعمل ايوه. طيب هذا العامل وهذا الاصابه اصابات العمل. انت تكلمت عن اصابات باقي العامل والعمل. طيب هذا العامل، العمل ما هو موجود؟ هذا العامل والعلم هي ثلاثه سلايدات جاتني ترى. هي ثلاث سلايدات. ايوه العامل واللي تحته اللي عندك المواضيع هنا اهم بيئه العمل اصابات العمل، عندك هنا العامل وإصابات العمل. أنت تكلمت عن الثنتين، باقي العامل بس ما تكلمت عنه. تفضل تكلم عن العامل. معليش يا سلطان وقف شوية. تفضل عبد العزيز. لا خلاص أبيه يكمل. لا لا أنت ما تكلمت عن العامل، تكلم عن العامل وبعدين العامل وبيئة العمل. تكلمت عن الثنتين إصابات العمل والعامل. تكلمت عن شو اسمه إصابة العمل وهذه هي شو اسمه العامل. طيب, طيب. في باقي علاقة بين العامل وبيئة العمل ما هي موجودة. هذه بعدين المشكلة نحلها، ما هي مشكلة. هي ثلاث سلايدات بس شكلها وصلتني ناقصة. طيب ما هي مشكلة. سلطان تفضل. أوكي أستاذ، بحاول أتكلم بشكل مختصر من الوقت مداهمنا. تسمى الأمراض التي يصيب بها الشخص نتيجة العمل أو مهنته الأمراض المهنية. يمكن الإصابة أن تكون ناتجة عن التعرض لعوامل ضارة مختلفة، قد تكون كيميائية فيزيائية أو بيولوجية مسرطنة وخلافها. لإصابات العمل التي تكون ناتجة بالعادة عن وقوع حادث لمرة واحدة، فأن المرض المهني عادة ما يكون ناتج عن التعرض الدائم والمتكرر المتسبب للضرر على امتداد فترة زمنية معينة. اقلب يا استاذ. الأمراض المعدية هي تلك الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة تنقل العدوى إليه عن طريق العمل أو نتيجة الاختلاط أشخاص مصابين بالمرض المعدي،
ويحدث هذا النوع على الأغلب في المستشفيات والمرافق الصحية، وأكثر العاملين الأمراض المعدية هي الأطباء والممرضات والممرضات والعاملين في القطاعات الطبية. وحسب القانون المعمول به في المملكة العربية السعودية، فإن حالات العدوى التي تحدث للعاملين نتيجة العدوى فإنها تعتبر من إصابات العمل. تشخيص الأمراض المعدية، جميع الأمراض التي تحدث لجهاز التنفس نتيجة الأتربة والأغربة، حالات التسمم نتيجة الاستنشاق الغازات المتطايرة أثناء العمل، حالات الاختناق التي تحدث في الحفر والخنادق، لدغات الأفاعي والعقارب والحشرات السامة التي يعرض لها العامل أثناء قيامه بتنفيذ عمله، الكوارث الطبيعية التي تحدث في أماكن العمل. أقلب الإجهاد. الإجهاد أو الضغط النفسي هو واحد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً بجانب اضطرابات أخرى مثل القلق والمخاوف والمرضية وغيرها، ويرجع سبب تفشي إلى احتمالية إصابة العالية لأي فرد، وتعتقد الكثير من أمور الحياة وانسحاب القيمة الروحانية التي كانت تمد الإنسان شيئاً من الطمأنينة والسلام. أقلب أستاذ الصورة بس تطلع عشان توضيحية. فالموضوع هذا خلاص عشان الوقت أستاذ أطل أني فرصة، يعني والله حاب أني أشرح وأطول بالشرح، عندي شرح كثير لكن الوقت مداهمنا يا أستاذ. طيب بالنسبة للجروب الأول انتهى أعتقد. هنا أيوة طيب. انتهينا إحنا الجروب انتهى بس باقي من الجروب الثاني محمد الذياب، محمد اليامي ومحمد الذياب وبندر العنزي ثلاثة. طيب سلطان عطني شرح أستاذ. عطني شرح بسيط عن اللي حاب تشرحه. بسيط إذا تبغاني أرجع بالسلايد علمني أو أي أرجع لورا شوي أستاذ. تمام يا أستاذ محمد الذياب أنا. حياك الله دقيقة بس تفضل يا سلطان. وين شوي أستاذ أرجع شوي للسلايد اللي وراء. على الأمراض المعدية هي اللي تصيب المستشفيات، يعني مثل نقل الدم وغيرها، يعني خلاف رمي النفايات، يعني هذه لازم طريقة يعني شوي محترفية لنقلها عشان ما ينتشر العدوى أشخاص الثانيين، فلازم يكون حريص بنقلها. وش اسمه أستاذ كلها والله عندي عليها شرح، لكن اللي بعدها شو اسمه الإجهاد. إيه والإجهاد الضغط أستاذ، يعني مثلا العامل لازم يركز على نفسيته، يعني لا نتأخر عليه في الراتب والرأي مشاعرهم يعني وظروفهم الخاصة، ونكون يعني كويسين خصوصا المشرف معه، يعني يكون مع مضبط علاقاتهم معهم مع الجروب حقه، جروب علاقاتهم تكون كويسة عشان يعطي كل طاقته ومجهوده العمل يكون مرة شغلة كويس. ممتاز الله يعطيكم العافية يا شباب. يعافيك شاكر لكم. طيب الحين نروح للجروب الثاني. نروح للجروب الثاني اللي هو جروب مشاري العنزي والشباب اللي مع بندر ومحمد الذياب. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. كل واحد يتكلم عن السلايد حقه. الشباب اللي غابوا ما هي مشكلة، لكن اللي موجودين الآن كلنا يتكلم عن السلايد اللي سواه، فتساعدوني أنتم بالترتيب شوي. طيب عندنا هنا هذا سلايد من بالنسبة للجروب بندر العنزي ومحمد الذياب ومحمد اليامي الموجودين. هذا سلايد السلايدات ما واضح يا استاذ، لسه ما طلع شيء معرض. طيب دقيقة طيب الحين قاعد يطلع طلع دحين. ممتاز. هذا سلايد من المقدمة أول سلايد أتوقع مشاري يا استاذ. مشاري الله. طيب هذا النتائج المترتبة برضو له هذه يعني أنا بقراها اللي هي من المقدمة إلى الخطوات إلى القوانين أو الخطوات. القوانين أو الخطوات إلى طيب ستة. ممتاز. طيب تفضل محمد اليامي صحيح؟ أي نعم. ونعم يا محمد تفضل. طبعا هذا نعم حالك. طبعا هذا السلايدات حقت مشاري لان اعتذر ما قدر يدخل بسبب النت عنده، فالنت طيب عنده شوي بطيء. ما هي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معكم محمد اليامي طالب الصحه والسلامه.
أول حاجة اللي هي مقدمة في إدارة الصحة والسلامة، هذه أهم حاجة لازم نعرفها، اللي أصبح مجال الصحة المهنية عبارة عن علم قائم بحد ذاته، يهدف إلى وضع قواعد ونظم يمكن تحقيقها ضمن إطار تشريعي من أجل الحفاظ على صحة وحياة الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على ممتلكاته من الضياع والتلف. كما تعددت الاهتمامات في جانب السلامة والصحة المهنية، ودخل مجال الصحة المهنية في الإطار الهندسي والطبي العملي. وأيضا توجد اليوم مؤسسات متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، لديها فريق عمل مكون من مهندسين وأطباء وفنيين يقدمون استشارات ودورات للشركات والمؤسسات والمصانع والورش بما يعود عليها بالنفع المديد. أقلب السالفة. طبعا النتائج المترتبة على العمل، فيه عندنا نتائج مباشرة ونتائج غير مباشرة. النتائج المباشرة يمكننا يعني نلخصها من خلال مساعدة العامل وتوعيته بالمخاطر الكامنة في العمل، يعني نعطي العامل كامل التوعية ونعطيه بالمخاطر ان اللي يصير له مخاطر في العمل، في حاجات يمكن يتفاداها. هذه اللي هي النتائج المباشرة. أما النتائج غير مباشرة بتقليل الإصابات والحوادث، فنحافظ على الأيدي العاملة الماهرة، مما يؤدي لزيادة الإنتاجية، وبالتالي نحصل على اقتصاد أربح عند مقارنة المبلغ المصروف على السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية مع المبلغ الممكن صرفه في حالة حدوث الإصابات. نجد أن معدل التوفير مرتفع، وبتقليل الحوادث سنحافظ على المنشآت الصناعية وتقل التكلفة، اللي هي مثل نسوي جدولة اللي هو بالمبالغ اللي متوقع حدوثها في العمل، كيف نقدر نحن نتفاداها ونقلل من يعني نقلل من الحوادث، ما تصير في حوادث في الموقع نفسه. فهذه يبغى لها زي الجدولة. ف يعني الجدولة هي أهم حاجة في العمل وكذا. أقلب أستاذ. طبعا فيه اللي هو فوائد وأهداف الصحة والسلامة المهنية. قامت منظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولي عام 1950 ميلادي بتحديد عدة أهداف تحاول أن تصل إلى الصحة المهنية وتحقيقها، وتتلخص فيما يأتي: محاولة إلحاق العامل بالعمل الذي يتناسب مع قدرته النفسية والبدنية لكي يتحقق الانسجام بين العمل وبينه، يعني نحط العامل في مكانه الصحيح، يعني ما نحط العامل في مكان ثاني أو في غير تخصصه. وأولا وأخيرا لازم تكون يعني الإدارة كويسة، يعني لا تكون يعني تريح نفسيا وبدنيا علشان نحصل إنتاج في العمل كويس. طبعا الحرص على حماية العامل في بيئة العمل من الأخطار الناجمة عن وجود عوامل تضر بصحته، يعني نحافظ على صحة العامل قبل كل شيء، اللي هو نادت بأهمية تحقيق أعلى درجات اللياقة الاجتماعية والنفسية والبدنية للعمال في كل مجالات العمل والمحافظة عليها ولكي تتحقق تلك الأهداف السابقة، كان لابد من إنشاء مبنى العمل طبقا لأسس علمية ووضع تخطيط فني سليم، وكذلك ضرورة وضع تشريع نابع من أهمية الحاجة إلى تنفيذ ذلك التخطيط الفني. أقلب السالفة. طبعا خطوات الصحة والسلامة، توجد عدة خطوات يمكن أن تستطيع من خلالها توضيح مهام وأهداف الصحة والسلامة في العمل، وأهم تلك الخطوات هي إصدار منشورات تثقيفية تهدف إلى توعية العمال مثل المطويات والملصقات بشكل مستمر، لأن كثرة المنشورات في المكان توعي العامل وما تخليه يعني زي ما تقول ينسى حاجة أو يغفل عن حاجة. مراعاة أهمية مواكبة التطورات التي تنتج عن بيئة العمل في مجال الصحة والسلام، الحرص على التنسيق الدائم بين أصحاب المصانع أو القائمين عليها
وجهاز الدفاع المدني والعديد من الجهات المعنية بهذا الشأن، ومحاولة تخصيص مشرفين مشرف أو مشرفين في محيط كل بيئة عمل بشرط أن يكون في مجال الصحة والسلامة، إنه في كل مكان يعني لازم يكون فيه مشرف وتحته أفراد، وتخصصهم يعني يكون في مجال الصحة والسلامة عشان يساعدون الأفراد معه. أقلب السؤال. طبعاً قوانين السلامة العامة إجراء فحوصات مبدئية لأي عامل، لأن هذه الفحوصات تساعد على تجنب توظيف العامل في وظيفة قد تتسبب في حدوث خطر له أو لزملائه. الالتزام باستخدام المعدات اللازمة من أجل توفير الوقاية والسلامة الشخصية. الحرص على توفير معدات الإسعافات الأولية، وهذا أهم حاجة أنها لازم يكون موجود في الموقع. إبعاد المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال عن أماكن تجمع العمال وحفظها في مكان مناسب لا يشكل خطراً على المصانع والمنشآت والعاملين فيها. أهمية وجود مشرف للصحة والسلامة المهنية في كل منشأة من أجل تعريف العاملين وتوعيتهم بمفهوم السلامة المهنية وأهميتها. كذا يعني خلصت يا أستاذ، معلش يعني كان الشرح سريع بس ضيق الوقت يعني ما هي مشكلة. طيب اللي بعده مفهوم إدارة السلامة المن لي يا أستاذ. تفضل زاد. تفضل بس بعرفكم باقي دقيقة، باقي 8 دقائق الآن عشان الميتنج يقفل، بعده في محمد الذياب وننتهي من الجروب حق مشاري العنزي. تفضل زاد. تفضل. بحاول اني اختصر شوي بس يعني. تفضل. مفهوم إدارة السلامة، الآن المملكة تشهد تطور في جانب اقتصادي وصناعي، وهذا التطور يواكب دخول العديد من الأجهزة الفنية ومواد كيميائية وفيزيائية بعد وآلات حديثة، فلازم أن ناخذ بالاعتبار ده أنه كل جهاز أو كل مادة لها أضرار جانبية، الكثير منا يغمض أو ما يعرف إيش الأضرار هذه لأنها أضرار جديدة، فلازم نكون نتوسع فيها أو ناخذها بعين الاعتبار، ندرس الآلات كيف أضرارها الجانبية، وش الأضرار اللي ممكن تحدث منها، لأنه شيء جديد داخل علينا. أقلب يا أستاذ. مفهوم السلامة المهنية، الكثير منا يجهل أو ما هو فاهم إيش معنى السلامة، فالسلامة هي معانا بكل حياتنا، يعني مو بس الجانب المهني أو الجانب العمل، فالسلامة موجودة في بيئة الإنسان، في نشاطاته، فيها كعبوره للشارع، كذهاب إلى المنزل، فلازم نتوعى من كلمة سلامة أو إيش مفهوم السلامة عشان نتجنب الحوادث أو نوعي هذا الفكر. أقلب الساد. أهمية السلامة، لازم نرسخ أو ننمي فكرة السلامة للجميع، مو هو شرط بس للعاملين أو الناس المهنيين، يعني مثل الأطفال كيف له الله يعبرون الشارع، إيش الإجراءات اللي يسوونها، برضو الشباب كيف يتعاملون مع العمل، إيش متطلبات السلامة للعمل أو المكان. فمن الوعي إن لا بغينا ندخل مكان نشوف وش الأضرار اللي تيجي منه عشان ناخذ الحيطة والحذر، يعني كمثال مصانع إيش ممكن ينتج من المصانع، مثل صوت الآلات أو إسقاط الآلات، فلازم قبل لا ندخل أي بيئة عمل نفهم إيش هو متكون منه، لأن تختلف من مكان لمكان السلامة وأدواتها وكيف الاحتياط منها. أقلب السؤال.
معايير السلامة. معايير السلامة هذه ياخذها بعين الاعتبار مهندس السلامة أو فني السلامة، لأنه هو الأجدر، وخلنا نقول إنه هو اللي بيده كل شيء، إنه ينظم التحكم للعاملين، أو إنه هو اللي يعطيهم الدورات، أو هو يأخذ مقاييس السلامة للعاملين، فينشر لهم الوعي ويوضح لهم بيئة عمل مناسبة، وتحافظ على الإنسان داخل العمل. انقلب أستاذ، بقي 4 دقائق يا بندر، وراك محمد الذياب، تفضل. تمام، بحاول اختصر آخر شيء. السلامة العامة في الشركات، لأن بعض الشركات الحين تأخذ عبارة السلامة تفخيم الحوار، أو إنه يخليك شوي رسمي ولا يوضحه للعامل، أو ما يوضحه للأشخاص اللي تحته، فيأخذها بس لتفخيم الحوارات أو الاجتماعات. فلازم ننشر وعي السلامة في العالم الوطني، لأن في العالم الوطني مفهوم السلامة مو واضح للكثير. ويعطيك عافية أستاذ، معليش حاولت أني أطول بس الوقت ماشي. ما في مشكلة يا بندر. هذه إدارة السلامة خفض التكاليف. عندك يا محمد الذياب. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. محمد الذياب، بقي 3 دقائق. طبعاً طبعا ارسلت لك في لخبط بالشرايح، ارسلت لك الشرايح على واتساب اللي انا سويته، من ضمنهم اداره السلام وخفض التكاليف. تفضل. اللي هي ان تعتبر اداره السلامه الصحه المهنيه مهمه لخفض التكاليف الناجمه عن المخاطر والحوادث، ومهمه لزياده الانتاجيه في العمل. وكلما ازداد الوعي بمفهوم السلامه وتحسن الامتثال للسياسات والخطط التنفيذيه، كلما انخفضت مخاطر وقوع الحوادث والأمراض المهنية، وتحسنت القدرات البدنية والذهنية للعاملين، ومن ثم مستوى إنتاجيتهم. أقلب؟ إيه نعم، لكن اللي بتقلبه الملف اللي موجود مو هذا اللي أنا أبغاه. عندي تباعد السياسات والإجراءات. أنت ما أنت مسويها بالترتيب يا محمد؟ لا انا تدخلت انا واخوي بندر بنفس المواضيع، فحذفت المواضيع هذه واعطيتهم مواضيع جديده، لكن طيب. ما اضافوها. انت عندك وين الاجراءات؟ انا مرسلها لك بواتساب عاد، وبقراها عندك. عندي انا هي. طيب تفضل. السياسات والاجراءات، من الضروري وجود سياسات واجراءات لاي منشاه حتى يكون العمل منظم ويصعب تحقيق الاهداف من دونه. السياسات هي السياسات التي انشئت لتحقيق الاهداف وتنظيم العمل. الإجراءات هي لمتابعة السياسات التي أنشأتها المنشأة. الصحة والسلامة المهنية في الشركات الكبرى، تقوم وزارة العمل بالرقابة على المنشآت للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة، وكذلك متابعة سياسات العمل، ومتابعة وجود ملف طبي لكل عامل، نشر الوعي بمفهوم السلامة والإدارة المهنية، التأكد من توفر متطلبات الصحة والسلامة. كذلك في الجهة المؤسسة العامة للتنمية الاجتماعية لها دور بتقديم التعويضات في حال إصابة العمل أو حالات العجز المهني، والتأكد من تطبيق نظام التأمينات على أصحاب العمل، المشاركة في إعداد الأنظمة والتشريعات، المشاركة في إعداد نشرات التوعية والمخاطر المهنية، إعداد الدراسات الميدانية حول الأضرار بعض المواد الكيميائية، وعمل القياسات البيئية لتأمين بيئة عمل صحية وسليمة، وكذلك إعداد تقرير إحصائي سنوي عن الإصابات المهنية بالمملكة. يعطيك العافية، السلام عليكم. نكتفي بالقدر. الله يعطيك العافية. شكرا لكم. بقي 30 ثانية. شكرا لكم على البرزنتيشن، يعطيكم العافية. سويت بيتك تطلع أستاذ على الملف اللي أرسلت. بإذن الله راح أطلع عليها، وراح أنا مسجل البرزنتيشنز وراح أرجع لها مرة ثانية، وراح أشوف اللي أرسلت لي إياه. الله يعطيكم العافية جميعا، وشكرا على مجهودكم، وشكرا على إلقائكم الجميل. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعطيك العافية أستاذ. شكرا لكم.